الجزائر أنوان، قناتكم الأولى. الجزائر أنوان tv.com. كانت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة تيزي راشد بأمن ولاية تيزي وزو من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل والمتكونة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة. وهذه العملية مكنت من استرجاع المسروقات المتمثلة في أجهزة تصوير معدات أشغال حلي من المعدن الأصفر والأبيض ومبلغ مالي مع حجز سلاح ناري ومركبة تستعمل في التنقل. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة تيزي راشد بأمن ولاية تيزي وزو من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في إقليم اختصاص مدينة تيزي راشد، مختصة في السطو على المنازل المتكونة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم من 25 إلى 45 سنة، حيث أسفرت العملية على حجز سلاح ناري من الصنف الرابع متمثل في مسدس قبضي 8 ملم و10 خراطيش من نفس العيار، مركبة كانت تستعمل في عملية السطو، أين تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات السرقة بالعملة الوطنية، حلي من المعدن الأبيض والأصفر، عدة آلات تصوير ومعدات أشغال سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص.